مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناة الحياة. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. نحن مستمرين معاكي في مهرجان شيتاكي، عندنا مش في اي حتة تانية. الجو ساعة بالليل والجسم عايز سكريات، هنعمل ايه؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل فطير الشرقي. وتحشيه بايه؟ بالكاستر، تحشيه بالمهلبية، بالمربى، بالتفاح، بالكنافة، بالبسبوسة، بالجلاش، او تسيبيه سادة زي ما انت عايز. تعالوا نعرف العجينة بكل سهولة معانا. لازم استعمل دقيق جميع الاستعمالات نمرة واحد عشان يكون في مادة الجلوتين عالية. مادة الجلوتين دي اللي بتعمل للدقيق الشخصية، هي ديت اللي بتعمل للدقيق الشخصية. الماء في عندك الدقيق الاسترالي ما فيش فيه جلوتين، استعمل للبكحك والبسكوت والبطفور والكيكة الاسفنجية. اما المعجنات فلازم تستعملي دقيق جميع الاستعمالات نمرة واحدة. هتعملي عيش، هتعملي كرواسان، هتعملي فتاج اللي هو الملفيه، هتعملي فطير، لازم يكون الدقيق بتاعك يكون قوي جدا. هنجيب كيلو او نص كيلو او ربع كيلو حسب افراد اسرتك. ادي كيلو دقيق اهو، احطه عندي في العجان بتاعي او على ايدي. وبعد كده بجيب نص كميه ميه من الدقيق، نص كميه الدقيق ميه، وانزلها واحده واحده كده عشان اعجن صح الصح. نص كميه الدقيق ميه، وانا شغاله كده بعجن هبدا اعمل ايه؟ الحشوات بتاعتي. هعمل بالبلح الرطب، هعمل بالتفاح الاخضر، هعمل بالكنافه، هعمل بالبسبوسه، هعمل بالكاستر، هعمل بالمهلبيه، هعمل بالمربى، هعمل بساده زي ما انا عايزه. كل الخطوات قدامك، اهم حاجه تعملي العجينه وتريحيها بتكنيكها وكل تفاصيلها، وبعد كده نشوف اللي هنعمله ايه. زي ما انت شايفه كده الكيلو دي خد نص كميه الدقيق ميه، وبدات تريح معايا العجينه في العجان، وتسمعي صوت الموتور بتاعتك ان بدات العجينه تريح معاك اهو واحده واحده، خطواتك اهو، عشان العجينه تبقى نص مفتوحه ونص مقفوله. يعني ايه؟ استك فاجي زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. عجينتك بدات تتخدم كل تفاصيلك اهو. بعد العجينه ما اتخدمت كده بديها نص معلقه ملح، وبديها معلقه زيت ذره عشان تنعم معايا، معلقه زيت ذره عشان تنعم العجينه قدامك اهو. واحنا العجينه بتتعجن اهو، هعمل اول حشوه عندي، هعمل بالتفاح وهعمل بالبلح الرطب. واحنا شغالين كده قدامك اهو، احط هنا للتفاح الاخضر معلقه زبده، وللبلح البلح الرطب معلقه زبده، واقول صباح الفل يا استاذ شيماء. صباح الفل يا استاذ شيماء وحبايبنا في بني سويف. صباح الخير استاذ شيماء، حاولي تصلي بينا يا فندم. صباح الفل يا استاذ شيماء. استاذه شيماء صباح الفل. نعم يا فندم، ممكن اسال حضرتك على طريقه الكانتون تشيكن؟ الصور كانتون تاني، هوقف الماكل عشان من السمك. قولي لي يا حبيبتي طريقه الكانتون تشيكن. الكانتون تشيكن؟ اه مفيش حاجه اسمها كانتون تشيكن دي خالص، راجع الاسم وانا تحت امر حضرتك. عايزه تشيكن توكابي؟ راجع الاسم وانا تحت امر حضرتك. اخدمي العجينه واحنا بنسيح اهو، تحت امرك. تعالى هنا اهو، حطيت زبده هنا وزبده هنا، احط تفاحيه خضراء، احط معلقه سكر، احط معلقه زبيب، شويه قرفه، البلح برضو، البلح الرطب، بلح على الزبده، احط زبيب، احط له بندق او سوداني، ما احطلوش سكر طبعا. زي ما انت شايف العجينه عندي اتخدمت، بتقول لك يا تفاصيلها وصح يا هي. اتخدمت العجينة صح الصح اهي، اهم حاجة تخدمي العجينة. وتعالى اما نشوفها بعد ما اتخدمت محتاجة تاني. اه محتاجة تتخدم تاني، تعرفيها من ايه؟ هوريها لك دلوقتي وانا شغال معاك. اديها معلقة مية واخدمها تاني زي ما انت شايفة كده قدامك، واروح جاية مقلبة التفاح والبلح مع بعضه. ادي اللي هنا هو الزبدة والتفاح والزبيب، وما اديتهاش قرفه. اما التفاح الاخضر خد زبيب وخد قرفه، وتقدري تديله يا استاذه امنيه. صباح الفل حبايبنا في اسوان. صباح النور يا شيخ حسن، اخبار حضرتك؟ صباح الرضا والامل والعمل. الله يخليك يا رب. ايه الحاجات الجميله الحلوه اللي انت بتعملها دي؟ صباح الدفء وصباح الحلويات كلها. الله يخليك. انت اخبارك ايه؟ كله بونو بنفسكم جميعا.
الحمد لله يا شيخ. النهارده بقى عيد ميلاد جوزي، فعايزه بقى اهداء حلو يا شيخ حسن. اتفضلي يا هانم، اتفضلي يا هانم. احلى تحيه الاول منك وبعد كده نتكلم. هو اسمه حسن محارب. يا عم محارب، يا ابو علي يا غالي. بقول له كل سنه وهو طيب وربنا يخلي لينا يا رب. يا عم حسن يا محارب، احلى تحيه من الهانم المدام، بتقول لك كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليها وللاولاد. واحلى تحيه يا عم حارب من الشيف حسن وبرنامجه وكل العاملين في اكلات وتكات الشيف حسن، بيقول لك كل سنه وانت طيب يا عم محارب، واحلى هديه وانت مروح للمدام عشان يومك يبقى زي الفل. التفاح استوى اهو في القرفه وفي الزبده وفي السكر وفي الزبيب، واروح حطها في طبق كده يبرد. تمام، وادي البلح اهو يا جمالك. تمام، تعالى بقى شوف التريك. العجينه اهي، العجينه اهي يا عم ياسر، بص العجينه عامله ازاي يا استاذ سمر وحبايبنا في البحيره. صباح الفل يا استاذ سمر. ايوه انا بشكر حضرتك. صباح الرضا يا هانم. الله يخليه. بشكر جوزي جدا وبشكر ماما والله على الهوا. بنقول للحاج احلى تحيه من بنت حضرتك الاستاذ ساره واستاذ مدام ساره، بنقول لك احلى تحيه من مدام ساره وبرنامج ثلاثه. سمر سمر سمر، معلش يا هانم، معلش يا استاذ سمر. بشكر حسام جدا، ربنا يخليه لك حسام ويخليك لي يا فندم، تحت امرك. الله يخليك. الله، صباح الفل يا فندم. بجيب صينيه وبدهنها زيت، خد بالك النقطه المهمه هاي، بجيب صينيه وادهنها زيت. تمام، تعالى بقى بعد العجينه معجناها وخدمناها، نقطه مهمه، بقطع اهو، ادي خمسه صغير وخمسه كبير، ادي كده اهو، وبعد كده خمسه صغير. ليه الصغير ده يا حسن؟ سنده جوه، اروح جايه لفه كبيره اهو، تعالى كده اهو زي ما انت شايف، واحطها هنا واحدة واحدة كده. خدي بالك التكنيك أهم حاجة، تعملي العجينة تخدميها صح وتريحيها وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خطواتك كلها قدامك اهو، عملنا العجينة وخدمناها صح وخلاها نص مفتوحة ونص مقفولة، وبعد كده تعالى نشوف هنعمل ايه. ادي تفاصيلك قدامك اهو، واجيب بقى الخمسة الصغير، وادي الخمسة الصغير اهو قدامك التفاصيل، كل واحدة قدامها صغيرها. عشان ايه يا حسن؟ صباح الفل يا استاذة حنان وحبايبنا في شبرا. حضرتك الشيف حسن. صباح الفل يا هانم. ازاي اخبارك؟ كله بونو، يا حركاته يا تكاته، يا جماله يا جماله يا شبراوية. تسلم ايدك. صباح الفل يا هانم. صباح الفل. أمورين يا هانم. انا عايزه بس العجينه دي ينفع منها نطلع فطير مشلتت؟ يا جمال يا حركاته وتكاته، هو عجين الفطير المشلت بس التكنيك مختلف. ان انت هتسيبي العجينه تستريح، تقطعيها على اتنين وتسيبيها تستريح متغطيه نص ساعه، وبعد كده تفردي زيت وتفرديها خالص زي ورق الزبده، وتدينيها سمنه وتطبقيها وتحطها في الصينيه، وبعد كده بتديني ايدك زيت وتفرديها، وبعدين تديها قشطه وسمنه من فوق وتسويها. يا جمال نفس العجينه دي يا جمال. ادي العجينه اهي بتاع الفطير الشرقي، بعد ما حطيت تحتها زيت احط فوقها زيت اهو زي ما انت شايفه كده، التكنيك اهو واحده واحده. وايه تاني؟ كيس بلاستيك او فوطه وتسيبيها تلت ساعه تستريح. ادي الكيس البلاستيك اهو او فوطه واسيبها تستريح تلت ساعه. تلت ساعه البلح استوى، تعال شوف البلح. يبقى تعملي بتفاح، تعملي ببلح، تعملي ببسبوسه، تعملي بكنافه، تعملي بكستر، تعملي بمهلبيه، زي ما انت عايز. ادي اهو يا تفاصيلك. هجيب لك كل مكوناتك، ادي التفاح وادي البلح. عندي ايه تاني؟ عندي شويه، عندي قطع بسبوسه بفضله، قطع كنافه فاضله. ادي البسبوسه، ادي كنافه، عندي مهلبيه، بحط مهلبيه، عندي مربى مشمش او فراوله، عندي مربى مشمش او فراوله، بجيب مشمش او فراوله. يا استاذه صباح الفل. امنيه
صباح الفل. صباح النور. تحت امر حضرتك. السلام عليكم على الحاجات الحلوه دي. صباح الفل. الله يخليك. اموريني يا هانا. عايزه العريش الطريه. عايزه ايه يا رئيش؟ العريش الطريه. حاضر من عندي قبل العندي. تحت امرك. حطيت معلقتين من الباستر كريم اللي هو الكاستر واروح حاطه له نص كوبايه لبن واقلبه كده. بقى عندي الكاستر. بقى عندي الكاستر. تمام؟ احطهم هنا جنب المهلبيه وجنب المربى عشان بقول لك اي حاجه عندك تنفع تتحشي. أو تسيبيها سادة أو تديها زبيب ومكسرات زي ما أنت عايزة. عندك سوداني حط، عندك زبيب، عندك جوز هند. حشواتك قدامك أهو. عجينتك استريحت. تعالى بقى أهم حاجة بعد العجينة ما استريحت وحشواتك قدامك. عندك عجينتك استريحت، تعالى أما نشوف هنعمل إيه. أهم حاجة بقى عجينتك أما تستريح البنك بتاعك الرخامة. يعني إيه البنك؟ الرخامة بتاعتك بتاعة الفرد. هنعمل إيه؟ هجيب معلقة زيت تبقى نظيفة واديها معلقة زيت، لأن الزيت ده الأساس في الفطير الشرقي أو الفطير المشلتت. هو ده الأساس قدامك أهو، ادهن الرخامة بتاعتك وتبقى نظيفة ما فيهاش غير الزيت. وبنجيب الأول آدي عندي أهو أول حاجة الحتة الأولانية اللي هي السندة، بص أهي الصغيرة تفرديها بإيديك. أنا مش لابس جوانتي ليه؟ عشان تعرفي تشتغلي. الزيت اهم حاجه، فوق وتحت زيت اهو، واحده واحده كده اهو، وتفرديها زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. دي الصغيره اللي هي السنده اللي جوه اللي هتحط عليها الحشو. تمام؟ تمام؟ افرديها خالص زي ورقه الزبده، وتروحي بله حته على الرخامه كده بالزيت عشان هنركنها عليها. اروح جايه مطبقها كده ومطبقها كده. دي السندة الداخلية اللي هحط عليها الحشو اهو. تمام؟ وتروح جاي شايلها وحطها هنا كده في جنب على ما تجيبي ايه الكبيرة قدامك. وعملنا العجينة وريحناها وعملنا الحشوات وظبطناها. اجيب القطعة الكبيرة. القطعة الكبيرة اهو قبلها من فوق زيت ومن تحت زيت عشان تمشي معايا ملبن. تمشي معاكي ملبن اهو. بصي الزيت عامل زي بلي الرمان، يمشي بسرعه معاكي وبكل هدوء، وبايديكي او بالمردنه بالراحه خالص كده اهو. بايديكي ماشيه معاكي فل الفل. يا استاذه هبه صباح الفل وكل الاهلاويه حبايبنا بلدياتنا. ازيك يا شيف حاتم؟ صباح الفل يا هانم. صباح الخير. عايزه اعرف طريقه الكوكيز وعايزه ابعت اهداء لابني. اتفضلي يا هانم الاهداء واحلى كوكيز يا نانسي. ايه عايزه ابعت اهداء لمحمد الخياط واقول له كل سنه وهو طيب وعقبال 100 سنه. يا عم محمد يا خياط احلى اهداء من ماما بتقول لك كل سنه وانت طيب يا خياط، وبرنامج اكلات وتكات الشيف حسن بيقول لك كل سنه وانت طيب يا محمد يا خياط وعقبال 100 سنه، وربنا يخليك لبابا وماما ويفرحوا بيك ويفرحوا باولادك يا فيا رب. بص التفاصيل، بص التركات. اهم حاجه تبقى السمك تكون سمك ايه؟ بصي قدامك اهو ورقة زبدة، ورقة زبدة عشان تورق معاكي. أهو بص كده بإيديكي، عندك نشابة ماشي، إيديكي ماشي. العجينة بعد ما استريحت كده. النقطة المهمة. الصاج بتاعك برضو عشان هنريحها، ادهنيه زيت. الصاج خدي بالك من التكنيك. الصاج بتاعك ادهنيه زيت. ليه؟ لأن هنريحها ولو مفيش زيت هتجمد. تعالى بعد كده بقى. بعد ما فردتها كده ودهنت الصاج بتاعي زيت، بعمل ايه يا حسن؟ بجيب سمنه بلدي بقى وادلع. بجيب سمنه بلدي عشان ادلع. سمنه بلدي بتاعتي اهو، بروح جايه رشاها كده عليها من جوه مش من بره، اللي بره زيت عشان تمشي. خدي بالك اهو، ادي السمنه البلدي. وايه كمان يا حسن؟ دلع كمان قشطه بلدي. قشطه بلدي في كل حته اهو. ودلعي ودلعي عيالك في الشتاء ده من فلوس ابوهم. واحده واحده كده اهو زي ما انت شايفه كده اهو. واحده واحده كده زي ما انت شايفه كده تفاصيلك. وبعد كده يا حسن بروح جايبه السنده اللي جوه وافردها بايديا كده. بصي بعد ما استريحت افرديها كده وتروحي جايباها السنده
فرداها جوه كده وتروحي جايه دهناها. تقدري تعمليها ايه يا ياسر؟ ساده ساده كده، تقفليها ساده. لكن تعالى ندلع عشان الشتا بيحب البلح والشتا بيحب البسبوسه. تعالى جيب البسبوسه، بص البسبوسه المرمله بتاعتنا، بص البسبوسه المرمله بتاعتنا، بص البسبوسه وترملتها، بص حرف البسبوسه عامل ازاي وترملتها ازاي. الشتا بيحب ايه؟ بيحب البسبوسه. يا حاجه سعاد صباح الفل. ازيك يا شيف حسن؟ صباح وحشنا. صباح الفل يا حاجه سعاد، نهارك قشطه. الوطن العربي كله تسلم ايدك مليون مره. نهارك قشطه يا حاجه سعاد يا غاليه. الله العظيم انا نفسي اكلمك من بدري بس اللي خطه بيجيش معايا. صباح الفل يا حاجه سعاد، نهارك قشطه. عايز ابعت اهداء بقى للتوأم وعايز القرص الطريه. يا عيوني، تحت امرك يا حاجه سعاد. التوأم بقى حسن والحسين، ربنا يخليهم لك. ويطلع كان اول امبارح واحد يا حسن يا حسين، احلى تحيه من تيتا وبرنامج اكلات وتكات الشيف حسن. لا ولادي ولادي، ربنا يخليهم لك يا حاجه سعاد ويطرح فيهم البركه. اهداء كبير قوي. صباح الفل للحسن والحسين، احلى اهداء من حضرتك وبرنامج اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. سقسق بعد ما حطينا البسبوسه، سقسق. عايز تدلع، حطينا البسبوسه، عندك شويه بندق، دلع قدامك اهو زي ما انت شايف. تعالى بقى قفل، بص كده وانت بتقفل اسحب كده اهو، بص الهوا، بص كده اهو، بص عليها عامله ازاي وقفل. وبعد كده والتقفيله ده عشان تورق معاك، بص سقسق سمنه بلدي. يا عم معتز صباح الفل، يا عم معتز يا غالي، يا معتز. لا صباح الفل يا حبيب قلبي. صباح النور يا سيف، نهارك قشطه يا معتز. لا تحت امرك يا معتز، امرني. كنت عاوز طريقة ممكن تعيد تاني الفطير من العندي قبل العندي يا معتز. تحت امرك يا معتز. قفلتها كده، بص التفاصيل قدامك اهو، بص عليها زي ما انت عايز. تمام، تروح جاي لممها كده 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 كده، وتروح واخدها على ايدك كده وحاططها على الصينية اللي فيها ايه؟ زيت. وتروح جاي دهنها من فوق تاني بالزيت كده، بالسمنة سوري، بالزيت. دهنها بالزيت كده، وتسيبها بعد ما دهنتها بالزيت كده تلت ساعة، عشان لما تيجي تضغط عليها تفرد معاك وتملى الصاج. خدي بالك من التريك اهو، تسيبيها تلت ساعة كمان على ما نكون عملنا ايه؟ واحدة تانية قدامك اهو. اجيب الصغيرة برضو اهو، وادي الزيت اهو، الرخامة بتاعتي تكون زيت، وادي الصغيرة اهي تاني برضو، بالزيت من هنا وبالزيت من هنا. السنده يا جمالك، وادي ايديك اهو بالراحه خالص، افرديها لانها اتعجنت وانسابت تستريح، بالايدين او بالنشابه قدامك اهو، قدامك بكل سهوله اهو. بس اهم حاجه حط زيت فوق وزيت تحت عشان تمشي معاك زي الفل. مشيها كده تكون متساويه كلها قدامك اهو، اي حته تخينه تتفرد كده اهو بايديك، تموتيها كده اهو. وبعد كده يا عم حسن عملنا السند اهو، اتاكد ان المكان ده فيه زيت اللي انا هركنها عليه برضو تستريح اهو. واروح دهن السند قبل ما اقفلها برضو سمنه بلدي، واروح جايه واخدها اهو، بص اهو ورق اهو، هويها كده، بص التهوية يا جمالك. واقفل وتعالى من هنا اهو، هويها، اقفل وتروح جايب دي كده اهو برضو، ما هويها كده، واقفل وروح جايب كده اهو، واقفل واضغط عليها وروح حاططها هنا على الرخامة وتسيبها تستريح. تعالى بقى أتأكد إن رخامتي مع الهز زبدة، عشان الزبدة مع التكييف هتخليها تمسك، يكون زيت بس. بجيب الكبيرة وادهنها، خد بالك اهو من فوق ومن تحت زيت، عشان يبقى الزيت بتاعي ده اما اجي امشي كده يبقى بلي رمان تتحرك عليه بكل سهولة. بصي تفاصيلك اهو قدامك اهو يا جمالك، يا حركاتك يا تكاتك، قدامك التفاصيل اهو. يبقى عملنا العجينة، العجينة مهمة جدا، لازم تستعملي دي جميع الاستعمالات نمرة واحد،
اللي هو ماده الجلوتين عاليه فيه، لكن لو هتعملي بسكوت بتفور كحك كيكه اي دقيق دي استرالي، لكن الدقيق بتاع المخبوزات لازم دقيق نمره واحد جميع الاستعمالات يكون فيه ماده الجلوتين عاليه بتاعي. يا ملك يا اخو حبايبنا في اسوان. استاذه ملك صباح الفل يا عروستنا. صباح الخير يا شيف. نهارك قشطه يا ملك. يا شيف انا كنت طالبه من حضرتك ان انت تعمل لي طريقه عمل الكب كيك. حاضر يا حبيبتي من عندي قبل العندي. احلى كب كيك يا ملك من عندي قبل العندي يا غالي. تحت امرك يا ملك. تعال بص التفاصيل والحركات والتكات. افرد افرد وما تستعجلش. عشان تعملي بالليل في الشتاء الفطير ده مش هياخد معاكي ساعة ويطلع فطير سخن وتحشيه سادة أو بأي حشو زي ما أنت عايز. بعد عملتي دي كده قدامك أهو، تعالى هويها كده أهو، اسحبيها كده أهو، دخلي الهواء تحتها. بصي الهواء بيخش تحتها إزاي؟ قدامك أهو، دخلي الهواء تحتها بكل سهولة أهو. وادهني بقى سمنة بلدي ودلعي عيالك وزبدة بلدي وسمنة بلدي وقشطه كله الهوا تحتها اهو. واحده واحده كده عشان تورق معاكي. اهم حاجه التوريقه دي هي الرفع ده اللي هيديك الايه التوريقه بتاعتها. اي حته تخينه اهو تروحي جايه كده اهو مهوياها. بص بقى تقدمي من فوق يا ام سلمى وحبايبنا في اسكندريه. صباح البحر يا هانم. عامل ايه يا بونو يا هانم؟ زي الفل بنفسكم. ابني مصدعني كل يوم عايز يكلمك. الدهون اسمه ايه؟ عبد الرحمن. يا عبدو يا عبد الرحمن. صباح الفل يا عبدو. يا شيخ. صباح الفل يا غالي ربنا يخليك ليا يا عبد الرحمن. عامل ايه؟ كل بونو يا عبد الرحمن. سنة وجنة بيسلموا عليك. مين يا فندم؟ سنة وجنة بيسلموا عليك يا شيخ. أحلى سلام ليهم مني ربنا يخليهم لك ويخليهم لي يا رب. صباح الفل ربنا يخليهم يا فندم. يا جمالك وزع القشطه البلدي زي ما انت شايف كده اهو، بلح كنافه تفاح مربى زي ما انت عايز. تعال حطينا القشطه البلدي وحطينا السمنه البلدي. اجيب السنده بتاعتي واروح جايه فرداها قدامك اهو بايديا كده اهو. بص مشيت عامله ازاي بعد ما استريحت واروح جاي واخداها وفردها هنا في النص وموزعاها كده ومسقسقه عليها سمنه بلدي. بص اهو التفاصيل يا جمال البلح. السقعه بتحب ايه؟ بتحب البلح الطاقه الباور. ادي الباور قدامك اهو. وما تنسيش تحطها تعاميها بزبده وسوداني او مكسرات زي ما انت عايزه. ودلع ديت ايه في يوم الاجازه بتاع الاستاذ هتديله طاقه زي ما انت شايف كده قدامك اهو يا جمالك. وبعد كده ايوه تعالى برضو سقسق سمنه بلدي. تعالى يا السور وهوي هوي هوي اهو واقفل وتروح جاي في الغطا ده مسقسق سمنه بلدي. وتعالى من هنا وهوي هوي اقفل وادي اهو بتدي سمنه بلدي. وهوي برضو من هنا اهو هويها اهو واقفل وادي سمنه بلدي تاني عشان تورق. وهوي واقفل. بجيب الصاج بدهنه زيت من السمنه عشان من عندي قبل العندي لسه بدري على الفرن. تعال بص يا السور دهنت الصاج. وبعد كده اروح جايه دهناها بالزيت مش بالسمنه واسيبها تستريح تلت ساعه جنب اختها. يبقى عندك هنا بالبسبوسه وعندك بالبلح
التكنيك كل واحد، التركات والحركات لا ناسها. انتظروني.